بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة، وهنتابع مع بعض الشوط الثاني من مباراة الأهلي والرجاء المغربي في لقاء الإياب أو العودة بقى لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهنتابع مع بعض النتيجة أول بأول إن شاء الله، ونقول لكم على اللي يعني ما بيتفرجش على المباراة وبيتفرج علينا في قناة الحياة، هنتابع معاكم النتيجة أول بأول ونقول لكم جميع التطورات في مباراة الأهلي والرجاء. النهاردة هنتكلم في حاجات كتير جدا، هنتكلم عن كأس الرابطة، الماتشات اللي اتلعبت خلال الفترة الحالية، عندي أخبار مهمة هنتكلم فيها، موضوع إمام عاشور ويعني القصة اللي الناس كلها بتتكلم فيها، إن إمام عاشور متعور وراجع الأهلي ومش عارف، كلام كتير هنتكلم فيه. عندي كمان النهاردة إن شاء الله هنتابع بقى يعني بإذن الله الأهلي بس يخلص المباراة ونحتفل بقى سويا بصعود الأهلي بإذن الله إلى الدور قبل نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. عندنا فقرة عالمية وعندنا ماتشات النهاردة هنتفرج عليها في كأس الرابطة، ماتشات دور الثمانية اللي اتلعبت امبارح، الاتحاد كسب إنبي 3-2، والنهاردة المصري كسب الإسماعيلي 2-0 في دور الثمانية، وصعد المصري وأيضا صعد نادي الاتحاد السكندري إلى الدور قبل نهائي لبطولة كأس الرابطة. ولسه بكرة في ماتشين، بكرة البنك الأهلي هيواجه سيراميكا إن شاء الله، وفيوتشر هيواجه حرس الحدود، أو حرس الحدود هو بقى صاحب الملعب بكرة أمام فيوتشر، برضو دي ماتشات في دور الثمانية، واللي هيكسب هيحصل يعني الاتحاد السكندري والمصري إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الرابطة. بكرة كمان في ماتش المنتخب الأولمبي، عنده مباراة ودية بكرة أمام المنتخب الكونغولي، منتخب الكونغو في استاد اسكندرية، وبكرة كمان في نهائي دوري، في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة ما بين الزمالك والأهلي، الأهلي والزمالك، وكان انتوا عارفين يعني بتلعب نهائي الكاس بنظام البلاي اوف، بلاي اوف يعني بتلعب ثلاث ماتشات، اللي بيكسب ماتشين بيبقى هو بيتوج بلقب البطوله، زي ما حصل في الدوري بالنسبه للكره الطائره، الزمالك كسب ماتش في نهائي كاس مصر والاهلي كسب ماتش، فبكره المباراه الفاصله بين الاهلي والزمالك في نهائي الكره الطائره. وهنتابع كمان عندنا النهارده الاهلي ماشي بشكل كويس جدا في بطولة أفريقيا لكرة السلة، هنجيب لكم النتيجة ونجيب لكم لقطات من الماتشات، يعني هنتفرج على كل حاجة النهاردة. وانتوا زي ما انتوا عارفين كمان النهاردة السبت الفقرة العالمية بقى، الدوريات الأوروبية كلها بتلعب النهاردة، الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي والألماني، كل الماتشات هنعرف نتائج حاجات كتير جدا. عايز أبدأ بحاجة مهمة جدا وهي موضوع إمام عاشور. اليومين اللي فاتوا كلام كتير، إمام عاشور النادي الدنماركي نادي ميتلاند قال له انزل اتعالج في مصر، ده إمام عاشور جاي الأهلي، ده مش عارف ايه. هفهمكم انا القصة ببساطة، إمام عاشور جاله أصيب بمزق في العضلة الخلفية، مزق في العضلة الخلفية، علاجه يعني مش أقل من شهر، شهر ونص. الدوري في الدنمارك هيخلص الشهر الجاي، الدوري في الدنمارك هيخلص الشهر الجاي اللي هو في شهر 5، فالنادي بتاعه اللي هو نادي ميتلاند الدنماركي قال له انزل اتعالج في مصر في الاجواء بتاعتك، ان كده كده خلاص الدوري في الدنمارك هيخلص، وبالتالي يعني مفيش حاجه يقعد عليها او يستناها امام عاشور في الدنمارك، ان كده كده خلاص يعتبر الموسم بتاعه في الدنمارك انتهى، ان الدوري في الدنمارك هيخلص في الشهر الجاي اللي هو شهر 5، وامام عاشور اصابته ما بين شهر لشهر ونص، يعني هيستغرق علاجه ما بين شهر لشهر ونص، فبالتالي امام النادي سمح له، نادي ميتلاند الدنماركي سمح له انه ينزل مصر يتعالج، ان الموسم كده كده خلاص هيخلص هناك، وامام حتى لو يعني خف من الاصابه بتاعته هياخد وقت كبير ومش هيلحق الموسم في الدنمارك، يعني هيكون الموسم انتهى، وبالتالي امام نزل او هينزل القاهره هيتعالج هنا في مصر من المزق في العضله الخلفيه، وبعد لما يخف هيشوف بقى فترة الإعداد بالنسبة لنادي ميتلاند الدنماركي السنة الجاية، عشان إلا بقى لو جاله عروض تانية ونادي ميتلاند عايز يبيعه بقى مع بداية الموسم القادم. لكن الكلام اتقال إيه ده إمام عاشور نازل الأهلي والأهلي خلص معاه ومش عارف إيه، لا مفيش حاجة من دي خالص خالص. ده إحنا يعني عندي زميلي العزيز محمد عراقي رئيس التحرير كلم إمام عاشور وسأله، قال له لا مفيش حاجة، أنا اتعورت، جالي مزق في العضلة الخلفية، والدوري خلاص في الدنمارك هيخلص، ففترة علاجي هتستغرق من شهر لشهر ونص، فهقعد في الدنمارك اعمل ايه، انا كده كده خلاص مش هلعب الماتشات المتبقية، فهنزل مصر، والنادي ميتلاند الدنماركي وافق على نزوله الى القاهرة للعلاج عشان يتعالج، وبعدين بقى يعني يرجع تاني الدنمارك مع
بدايه فتره الاعداد لنادي ميتلاند، في حاله ان نادي ميتلاند يعني هو كده كده امام عاشور قاعد مع ميتلاند اعتقد 5 سنين 4 سنين كمان عقده هناك مع نادي ميتلاند الدنماركي، الا بقى لو نادي ميتلاند جاله عرض من نادي مثلا اوروبي، نادي الاهلي عايز يشتريه من ميتلاند، لا هو مطلق الحريه، ما خلاص اللعيب تبع ميتلاند. لكن دلوقتي مفيش حاجه، امام متعور نازل يتعالج في مصر، الدوري هيخلص في الدنمارك. دي قصه يعني ايه باختصار بالنسبه لامام عاشور. عقده كمان عراقي بيقول لي لغايه 2027، يعني عقده مستمر. ايوه انا قلت 4 سنين، يعني احنا اللي هو في 2023 نص الموسم الحالي مع ميتلاند، وهيكمل لغايه 2027، ده اللي انا قلته من شويه، يعني 4 سنين ونص مع ميتلاند الدنماركي. طيب ده قصه امام عاشور. عندي بعض الاخبار كده اقولها لكم بسرعه، طبعا انتوا عارفين احنا خلاص الاهلي هيخلص ماتش الرجاء، عايز بس اتكلم شويه على ماتش الاهلي والرجاء الشوط الاول. تابعنا الشوط الاول، التشكيل اللي احنا قلناه بالظبط يوم الاربع اللي فات هو هو، محمد الشناوي حارس مرمى، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم في قلب الدفاع، محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، بيلعب بثلاثه في نص الملعب زي ما توقعنا، قلنا حمدي فتحي ومروان عطيه واليو ديانج وثلاثي امامي بالنسبه للنادي الاهلي. شفنا طبعا حسين الشحات وشفنا بيرسي تاو وشفنا كهربا، دول الثلاثي الامامي. الشوط الاول الاهلي ما ضيعش فرص، يعني الاهلي بيطلع بالكوره كويس من تحت، ولكن ما كانش فيه خطوره على مرمى الرجاء المغربي بالنسبه للاهلي. الاهلي يعني ما ضيعش فرص. فريق الرجاء خطر في الكور العرضيه والكور الثابته اللي جالهم فاولات كتير حوالين منطقه ال 18، الكور دي بتشكل خطوره. احنا عارفين ان فريق الرجاء من الفرق اللي هي بتاعت شمال افريقيا اللي بتلعب الكور الثابته بشكل كويس او بتستفيد من الكور الثابته بشكل كويس، في كذا كوره كده كورنرات ضربات ركنيه فاولات، دي اللي شكلت خطوره على مرمى النادي الاهلي. غير كده مفيش حاجه، وفي طبعا ضربه الجزاء اللي اتحسبت في نهايه الشوط الاول عن طريق الحكم الليبي ابراهيم معتز، وهي يعني فيها ضربه جزاء ان اليو ديانج خبط لاعب الرجاء في رجله من تحت، ففيها يعني ممكن تتحسب ضربه جزاء، يعني مش ضربه جزاء مشكوك فيها، لا ممكن تتحسب ضربه جزاء، ولكن الحمد لله الكره خبطت في العارضه وخبطت ردت في الملعب وخرجت بره، والحمد لله يعني الرجاء ما جابش او ما استفادش من ضربه الجزاء وما سجلش هدف، ان لو كان خلص الشوط الاول الرجاء متقدم على الاهلي 1-0 كان هيبقى فيه مشكله كبيره، في الشوط الثاني كان هيبقى فيه ضغط جامد، لكن كل خطوره نادي الرجاء من خلال الكور الثابته زي ما قلنا، الفاولات الضربات الثابته حوالين ال 18 الكورنرات الحاجه دي، لكن مفيش الالعاب الكوره المنقوله او اللعب المتحرك مفيش خطوره على الاهلي، هي بس الكور الثابته الاهلي ياخد باله. وطبعا الحمد لله ضربه الجزاء ضاعت، وهنتابع مع بعض واحنا مع بعض كده ان شاء الله يعني احداث الشوط الثاني كده، هنقول لكم الاخبار ونقول لكم النتيجه ان شاء الله ماشيه كويس بالنسبه لنادي الاهلي. واتمنى ان النادي الاهلي، انا بقى يعني انا وقلت الكلام ده قبل الماتش، قلت النادي الاهلي لو جاب جون خلاص الموضوع انتهى، لو الاهلي جاب جون هيبقى نادي الرجاء مطالب ان هو يحرز 4 اهداف. فاتمنى النادي الاهلي كولر شويه بس الشوط الثاني يحاول يشتغل بشكل هجومي شويه، يعني يامن دفاعيا مفيش مشكله، لكن الهجمه المرتده تتعمل كويس، والاهلي عنده لعيبه تقدر تشتغل على الهجمه المرتده كويس، يعني عنده حسين الشحات ناحيه اليمين وعنده جناح يمين، وعنده بيرسي تاو جناح شمال، الاثنين صراع وعندهم مهارات وعندهم سرعه ويقدروا ينقلوا الهجمه للنادي الاهلي كويس في نص ملعب نادي الرجاء، عندهم كهربا بنسميه المهاجم المتحرك، مش محطه، مهاجم كورته حلوه وسريع، فعنده ثلاثه يقدروا يشتغلوا الهجمه المرتده بشكل كويس، ويبقى في مسانده واحد من نص الملعب يزيد معاهم، يزيد مثلا حمدي فتحي، يزيد اليو ديانج، فلازم نشتغل على عشان النادي الاهلي ما يبقاش مضغوط طول الشوط الثاني، لازم الاهلي يطلع بالكوره بشكل كويس من تحت، او حتى يشتغل على الكور الطويله في اتجاه حسين الشحات وفي اتجاه بيرسي تاو او في اتجاه كهربا، يقدر يعني الاهلي يريح شويه الديفنس عشان ما يبقاش مضغوط في الشوط الثاني. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي لو قدر يحرز هدف خلاص الجيم، هنقول مبروك للاهلي، ان صعب جدا ان بعد كده الرجاء يحرز 4 اهداف في مرمى النادي الاهلي. وهنقول لكم زي ما اتفقنا مع بعض كده الاخبار ونتيجه المباراه اول باول. هنشوف كمان كولر هيعمل تغييرات ولا لا، بس انا كنت شايف ان النادي الاهلي ماشي بشكل كويس في الشوط الاول، وبرده يعني في شويه عنف من محمد عبد المنعم، يعني محمد عبد المنعم لازم يبقى حريص شويه حوالين منطقه الجزاء، ان في فاولات كتير اتعملت من محمد عبد المنعم حوالين منطقه الجزاء، فلازم يبقى في خبره شويه
وفي هدوء في الالتحامات عشان ما يتحسبش فاولات حوالين منطقة ال 18 اللي اتحسب كذا فاول كان خطر على النادي الأهلي. وخلي بالكم الرجاء بيلعب على أرضه في ملعب أو مركب محمد الخامس وسط جماهيره، فهتلاقي شوية طبعا أي لمسة ممكن تتحسب زي ما شفنا ضربة الجزاء اللي اتحسبت في نهاية الشوط الأول. الأهلي عنده في دكة البدلاء علي لطفي ومحمد أشرف وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وقندوسي وقفشة ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وبرونو صافي. طبعا احنا معانا كاميرا في احد المقاهي بجمهور الاهلي بيتابع، ودي اجواء متابعه طبعا كل المصريين لمباراه الاهلي والرجاء. عندنا طبعا فرق تانية صعدت خلاص زي الوداد المغربي صعد الى الدور قبل النهائي بضربات الترجيح، عندنا بعد ما فاز على سيمبا التنزاني وكده الوداد في الدور قبل النهائي، عندنا كمان سان داونز كسب شباب بلوزداد الجزائري وايضا صعد فريق سان داونز الى الدور قبل النهائي، وان شاء الله النادي الاهلي يحصلهم باذن الله ويفوز. وطبعا الترجي عنده فرصه كبيره، الترجي برضو بيلعب عنده فرصه كبيره انه كان كسب شباب القبائل الجزائري في الجزائر 1-0، فالمتوقع يبقى الاهلي والرجاء الاهلي والترجي في الدور قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، والناحيه الثانيه الوداد في مواجهه سان داونز بطل جنوب افريقيا واللي يعتبر دلوقتي فريق سان داونز من اقوى او هو اقوى فريق في افريقيا مع النادي الاهلي. وزي ما اتكلمنا وبنشوف دايما الاهلي عنده خبرات كبيره، يعني هيجي يقول لك اصل الجمهور ونادي الرجاء وجماهير المغرب، لا الاهلي عنده يعني اللعيبه اللي بتلعب النهارده في النادي الاهلي بدايه من محمد الشناوي لغايه كهربا متعودين على الاجواء دي ولعبوا بقى لهم 3 سنين بيوصلوا لنهائي افريقيا. اخر 3 بطولات الاهلي كسبان بطولتين والبطوله اللي فاتت خسرها في النهائي امام الوداد، فالاهلي متعود على الاجواء دي ما عندوش مشكله خالص وبيقدر يواجه الظروف والاجواء اللي بيلعب فيها النادي الاهلي امام جماهير في المغرب في الجزائر في جنوب افريقيا في اي حته يقدر النادي الاهلي، في تونس يقدر النادي الاهلي ان شاء الله بخبره لعيبته وبكفاءتهم ان هم يعدوا الموقف الصعب النهارده. وزي ما قلت لكم الحمد لله ان ضربه الجزاء ضاعت لنادي الرجاء في نهايه الشوط الاول، لو كان ضربه الجزاء دي جت كان هيبقى الشوط الثاني صعب جدا على النادي الاهلي. طول ما النتيجه 0-0 لعيبه الرجاء ما بتبقاش بتبقى مستعجلين ومش عارف من 40، والنادي الاهلي المفروض يبقى هادي وزي ما قلت لكم يشتغل على الهجمه المرتده بشكل كويس، لو جاب جون قصه انتهت بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله مباراه السوبر بين الزمالك والاهلي، الزمالك بطل الدوري والاهلي بطل الكاس عن الموسم اللي فات، فطبعا الزمالك بيستعد للقاء السوبر. الاهلي هيخلص النهارده المباراه ويبدا يركز في مباراه السوبر امام الزمالك، في ماتشات كمان في الدوري الاسبوع الجاي ان شاء الله. طبعا احنا اليومين دول بنلعب ماتشات الرابطه، لكن الدوري هيبدا الاسبوع ال 27 هيتم استئناف الدوري مره اخرى، او هيبدا الاسبوع ال 27 يوم الثلاث اللي جاي يوم 2 مايو، عندنا ماتشين غزل المحله وسموحه يوم الثلاث اللي جاي، غزل المحله وسموحه والداخليه وامبي في الاسبوع ال 27. يوم الاربع عندنا، خليني اقول لكم كده الجدول، يوم الاربع عندنا اللي هو 3 مايو عندنا اسوان والمصري في برج العرب، يوم الخميس عندنا 3 ماتشات، عندنا حرس الحدود مع طلائع الجيش الساعه 7 في استاد الماكس، والمقاولين العرب مع البنك الاهلي، ماتشات كلها مهمه جدا في ملعب المقاولين العرب، وفيوتشر في مواجهه فاركو في استاد السلام اللي هو ملعب فيوتشر. يوم الجمعه بقى اللي جايه 5 مايو اللي هيكون فيها مباراه الزمالك والاهلي في السوبر المصري في الامارات، برضو في مباراه هنا في مصر الاتحاد السكندري في الدوري، يعني الاتحاد السكندري مع بيراميدز في استاد اسكندريه، وطبعا لقاء الاسماعيلي والزمالك مؤجل ولقاء الاهلي وسيراميكا مؤجل من الاسبوع الحالي بسبب طبعا مشاركه الاهلي والزمالك في السوبر المصري في الامارات. برضو الناس بتتكلم اليومين اللي فاتوا الزمالك هيلعب السوبر هينسحب، الزمالك هيلعب السوبر، انا باكد لكم مفيش اي نيه داخل نادي الزمالك الى الانسحاب من بطوله السوبر المصري في الامارات، مباراه هتقام يوم الجمعه اللي جايه، قصه كهربا وكده دي حاجات ممكن شويه مشاكل، لكن الزمالك بيستعد لمباراه السوبر. والنهارده كمان وصل مساعد اوزوريو في مدرب كولومبي اللي هو المساعد بتاع اوزوريو، وصل النهارده مصر اسمه فريدي هرناندو، ده المساعد بتاع خوان كارلوس اوزوريو مدرب الزمالك، فالنهارده المساعد بتاعه الكولومبي وصل الى القاهره وهيبدا تدريبات مع نادي الزمالك بكره، الراجل ده برضه هو الدراع اليمين بتاع اوزوريو،
فالنهارده وصل فريدي هيرناندو، وبكره هيبدا شغله مع نادي الزمالك مع طبعا المدير الفني الكولومبي ايضا مواطنه اوزوريو. الزمالك بيحاول يجهز ظهير ايسر، ان عنده مشاكل ناحيه الشمال، ان عنده احمد فتوح كان متعور، عبد الله جمعه متعور، فبيبدا يجهز احمد فتوح عشان محمد عبد الشافي عشان مباراه السوبر. يعني تدريبات الزمالك النهارده في تركيز كبير جدا، وعاملين برنامج تاهيلي لمحمد عبد الشافي عشان يشتغل على مباراه السوبر او يلحق مباراه السوبر المصري. طبعا الفتره اللي فاتت كان بيلعب حاتم سكر، هو لعيب كويس جدا ولعيب شاب، لكن طبعا الجهاز الفني لنادي الزمالك ماتش اهلي، ماتش تقيل، ماتش على بطوله اللي هي بطوله السوبر، فبيحاول يرجع محمد عبد الشافي او يجهز احمد فتوح، لكن احمد فتوح لغايه دلوقتي ما بيتمرنش تدريبات جماعيه مع الزمالك، لسه يعني بيعمل تدريبات تاهيليه وتدريبات علاجيه هو ومصطفى شلبي، يعني في غموض في موقف. بس طبعا لسه بدري، الماتش النهارده السبت، لسه الماتش يوم الجمعه، يعني ناقص 6 ايام. فالزمالك بيجهز محمد عبد الشافي وبيحاول يجهز برضو احمد فتوح، ولكن في غموض حوالين احمد فتوح ومصطفى شلبي، ان هم لغايه دلوقتي بيجروا بس حوالين الملعب دون الدخول في التدريبات الجماعيه لنادي الزمالك. ده الوضع داخل نادي الزمالك. بكره ان شاء الله في الكونفدراليه بيراميدز عنده ماتش مهم جدا في لقاء العوده في دور الثمانيه في بطوله الكونفدراليه، هيواجه فريق مارومو جالانتس الجنوب افريقي، في جنوب افريقيا. المباراه الاولى كانت في القاهره هنا الاسبوع اللي فات، انتهت 1-1 ما بين الفرقتين، وكان حتى البيراميدز خسران 1-0 وتعادل بضربه جزاء في الدقيقه 94 او الدقيقه 93، كان يعني مباراه صعبه جدا دي. طبعا لقطات لسفر فريق بيراميدز من يومين الى جنوب افريقيا، طبعا دي لقطات لممدوح عيد رئيس النادي او رئيس التنفيذي هنا في مصر للنادي مع اللاعبين اثناء اقلاعهم من مطار القاهره واتجاههم الى جنوب افريقيا. الحمد لله وصلوا وتمرنوا، النهارده كمان كان في المؤتمر الصحفي. بس يعني فريق بيراميدز الماتش اللي فات عمل ماتش وحش، التعادل هنا مع مارومو جالانتس ده يعني نتيجه وحشه هنا في مصر، فطبعا المهمه صعبه لفريق بيراميدز. وانا حتى كنت بتكلم مع كابتن محمود فتح الله مدرب العام لفريق بيراميدز مع باتشيكو، وقلت له يا كابتن فتح الله ايه اللي حصل في مباراه الذهاب هنا في مصر؟ قال لي والله يا كريم احنا طالعين من كذا مباراه ورا بعض وضغط كبير على اللعيبه ومجهود واصابات، فالفرقه ما ظهرتش بشكل كويس، اللعيبه تعبانه مجهده، لكن هنركز في مباراه العوده بشكل كبير. بس طبعا في صعوبه في مباراه العوده، ان لازم بيراميدز يسجل، لازم بيراميدز يجيب جول، يعني لازم يكسب او يتعادل بنتيجه اكبر من 1-1، انه تعادل هنا 1-1 في مصر، فلو تعادل 2-2 يصعد، يتعادل 3-3 يصعد، كسب يصعد، لكن اي تعادل سلبي، يعني لو تعادل سلبي 0-0 بيراميدز يخرج. احنا عايزين بيراميدز يكمل، بيراميدز فرقه قويه طبعا، كمان يعني فريق بيراميدز متاثر بشكل كبير جدا باصابه عبد الله السعيد وابتعاده، ان عبد الله السعيد هو الترمومتر بتاع الفرقه، هو اللعيب المحوري في نادي بيراميدز اللي بيلاعب الفرقه وبيشغل نص الملعب وحلقه الوصل ما بين النص الملعب والهجوم، لعيب من اللعيبه المهمه وكابتن الفريق. طبعا هنا لقطات لتدريب بيراميدز في جنوب افريقيا، ممدوح عيد زي ما قلت لكم مدير التنفيذي او الرئيس التنفيذي لبيراميدز بيتكلم مع اللعيبه في حضور كابتن هاني سعيد المدير الكوره، كابتن محمود فتح الله وباتشيكو بيوجه اللعيبه وبيشرح لهم طبعا التدريبات، ودي طبعا تدريبات امبارح واول لفريق بيراميدز في جنوب افريقيا استعدادا لمباراه مارومو جالانتس بكره. نتمنى التوفيق يا رب ان شاء الله لبيراميدز، عايزين بيراميدز باذن الله يعني يرجع بنتيجه ايجابيه تصعده الى الدور قبل النهائي لبطوله الكونفدراليه، ان بيراميدز بصراحه يستحق ان هو ينافس على بطوله الكونفدراليه. بيراميدز طبعا في الفتره اللي فات بعض الحزن والزعل بسبب طبعا خسارتهم من الاهلي في نهائي كاس مصر، بيراميدز نفسهم ياخدوا بطوله، فطبعا ودلوقتي بيراميدز في المركز الثالث في بطوله الدوري، فعايزين بيراميدز بطوله الكونفدراليه ما تطلعش من ايديهم، فنتمنى لهم التوفيق. النهارده كان في المؤتمر الصحفي قبل المباراه باتشيكو المدير الفني قال ان بيراميدز جاهز لمواجهه مارومو جالانتس، وهدفنا تحقيق لقب الكونفدراليه. فخري لقاي برضو كان يعني موجود في المؤتمر الصحفي، انتوا عارفين فخري لقاي
لاعب بيراميدز هو من جنوب افريقيا، فالنهارده حضر المؤتمر الصحفي مع باتشيكو وقال بيراميدز قادر على العوده الى القاهره ببطاقه التاهل للدور قبل النهائي. قال ان هي مباراه صعبه لكن بيراميدز قادر ان شاء الله على تخطي مارومو جالانت الجنوب افريقي. بيراميدز بكره هيلعب بالطقم الابيض امام مارومو جالانت، ومباراه هتكون الساعه 7 بتوقيت القاهره ان شاء الله. وفريق مارومو جالانت هيلعب بالطقم الاخضر بالكامل، يعني بيراميدز هيلبس ابيض ومارومو جالانت الجنوب افريقي هيلبس الطقم الاخضر، والمباراه ان شاء الله هتكون الساعه 7 بتوقيت القاهره، ونتمنى التوفيق لنادي بيراميدز باذن الله. انتوا عارفين ان في شهر 6 اللي جاي ان شاء الله منتخب مصر عنده معسكر وعنده ماتشين في التصفيات. هنلاعب غينيا، منتخب غينيا باذن الله في التصفيات، ومنتخب اثيوبيا في شهر 6 اللي جاي. دول هيكونوا اخر ماتشين في تصفيات الوصول الى امم افريقيا، والحمد لله احنا يعني بعد ما كسبنا ملاوي رايح جاي الماتشين اللي فاتوا وضعنا بقى مميز جدا في المجموعه، 9 نقاط يعني ضمننا الصعود بشكل كبير جدا رغم اصابه امام عاشور، لكن لسه المعسكر الجاي قدامنا حوالي شهر و10 ايام او شهر ونص، فهيكون امام عاشور خف، ففي كلام داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر ان هيتم برضو اختيار امام عاشور في المعسكر القادم لمنتخب مصر في شهر 6. زي ما قلت لكم عندنا ماتشين في تصفيات المؤهله الى بطوله امم افريقيا، هيكون عندنا ماتش مع غينيا وماتش مع اثيوبيا، فيعني باذن الله هيكون برضو امام عاشور خف خلاص وتعالج من التمزق في العضله الخلفيه، وهيكون موجود باذن الله في معسكر المنتخب القادم. اصابه ابراهيم كونيه لاعب غزل المحله بقطع في الرباط الصليبي، طبعا الف سلامه لابراهيم كونيه من اللعيبه المميزه جدا، وكان كونيه من الموسم اللي قبل اللي فات كان بيلعب في فريق طلائع الجيش. ماتشات الرابطه، خلينا نروح نشوف ماتشات الرابطه، ماتشات جامده جدا. امبارح الاتحاد كسب ام بي 3-2، والنهارده المصري كسب الاسماعيلي 2-0، ماتشات تقيله جدا، ماتشات قويه جدا. النهارده ماتش الاتحاد، ماتش الاسماعيلي والمصري اتفرجت عليه، الفرقتين بيدبحوا في بعض، يعني تخبيط والتحامات واصابات، كان الفرقتين عندهم طموح ان هم يوصلوا الى الدور قبل نهائي كاس الرابطه، ان بطوله كاس الرابطه خلاص بقت بطوله موجوده زي كاس مصر زي الدوري، بطوله من البطولات المهمه دلوقتي موجوده، ويعني سامع كلام ان بعد كده اللي هيكسب البطوله دي ممكن يلعب كونفدراليه، هيبقى في جوائز ماليه، ممكن يبقى في سوبر مصري ما بين اربع فرق، بطل الدوري وبطل الكاس وبطل الرابطه، يعني في كلام كتير جدا على كاس الرابطه، ان رابطه الانديه المحترفه عايزه تزود من قيمه واهميه كاس الرابطه، فاللي هيكسب كاس الرابطه هيبقى عنده مزايا. هي ايه انا لسه ما اعرفش، لكن الفتره اللي جايه رابطه الانديه المحترفه بتحاول يعني تخلي ان لبطوله كاس الرابطه بطوله ليها اهميه وليها قيمه، ممكن بقى فريق اللي هيكسبها يلعب افريقيا، يلعب كونفدراليه مثلا، بعد كده ممكن نلاقي سوبر مصري ما بين بطل الدوري والكاس وكاس الرابطه، ويشوفوا تاني الدوري مثلا، يعني في اكتر من تفكير ازاي استفيد من بطوله كاس الرابطه وتبقى مهمه. النهارده ماتش المصري والاسماعيلي كان تحس ان هو بيلعبوا مباراه نهائي كاس مصر او نهائي دوري، كانت مباراة مهمة جدا، مباراة قوية جدا، واستمتعت بصراحة بيها. امبارح برضو ماتش الاتحاد وامبي، اتحاد السكندري وامبي، كان ماتش حلو قوي، انتهى 3-2 لصالح الاتحاد، وصعد الاتحاد، وهقول لكم الاتحاد هيلاعب مين في الدور قبل النهائي. والمصري بعد ما صعد النهارده بعد فوزه على الاسماعيلي برضو ممكن هيواجه مين في الدور، يعني هقولها لكم دلوقتي قبل ما نتفرج على الماتشات. الاتحاد السكندري هيلعب مع الكسبان من البنك الاهلي وسيراميكا، بكره البنك الاهلي هيلعب مع سيراميكا في استاد القاهره ان شاء الله الساعه 6:30. والمصري بعد ما كسب الاسماعيلي النهارده 2-0، المصري هيلعب مع الكسبان من حرس الحدود وفيوتشر، برضو بكره حرس الحدود وفيوتشر هيلعبوا مع بعض بكره ان شاء الله. دي ماتشات بتاعه بكره باذن الله. وزي ما قلت لكم من شويه، يعني كاس الرابطه فيها جوائز ماليه، يعني دلوقتي فيها جوائز ماليه، ومن البطوله اللي فاتت، من البطوله انتوا عارفين دي تاني بطوله لكاس الرابطه، السنه اللي فاتت فريق فيوتشر كسب البطوله بعد ما فاز على المحله اعتقد 5-1 السنه اللي فاتت في النهائي. فمن ساعه ما بطوله كاس الرابطه دي تم انشائها
او تم بدايتها يعني في الموسم اللي فات، الاول بياخد 1.5 مليون، صاحب المركز الثاني بياخد 1 مليون، صاحب المركز الثالث بياخد 0.5 مليون، صاحب المركز الرابع بياخد 0.25 مليون، دي الجوائز الماليه. لكن المعلومه اللي عندي زي ما قلت لكم من شويه ان هم رابطه الانديه عايزه يعني تزود من قيمه البطوله من خلال ان اللي يكسب كاس الرابطه يشارك في بطوله مثلا زي السوبر زي كونفدراليه. هنعرف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل بالظبط. خلينا نتفرج بقى على ماتش الاتحاد وامبي اللي اتلعب امبارح في استاد اسكندريه، والاتحاد واتحاد وامبي نتفرج على الاتحاد وامبي الاول عشان كان امبارح، وبعدين نتفرج على المصري والاسماعيلي النهارده. مباراه حلوه قوي وفيها 5 اهداف وفيها يعني كوره حلوه وفيها هجمات وفيها 5 اهداف، يعني من الماتشات اللي كانت حلوه جدا. 0-0 وفي الشوط الثاني زي ما شفنا كده 5 اهداف 3-2 لصالح الاتحاد. مبروك لنادي الاتحاد السكندري سيد البلد، والاتحاد صعد للدور قبل نهائي لبطوله كاس الرابطه في انتظار بقى الفائز من مباراه بكره ان شاء الله امام البنك الاهلي وسيراميكا. مباراه بكره هتتلعب ما بين البنك الاهلي وسيراميكا الساعه 6:30 في استاد القاهره. نروح لمباراه المصري والاسماعيلي. يا جماعه ماتش الاهلي كام دلوقتي؟ 0-0 لسه ما فيش جديد. الامور ماشيه ازاي؟ الرجاء ضغط من غير خطوره يعني. طيب يعني الامور الاهلي مسيطر عليه، مسيطر على الدقيقه. وصلنا للدقيقه كام؟ الدقيقه 71. كويس، يعني ناقص حوالي تلت ساعه كده على نهايه المباراه، والحمد لله لازالت النتيجه التعادل السلبي 0-0 ما بين الاهلي والرجاء المغربي. ان شاء الله ان شاء الله تلت ساعه دول يعدوا على خير، والاهلي ان شاء الله يصعد الى الدور قبل النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. خلينا نروح نشوف بقى ماتش المصري والاسماعيلي النهارده. ماتش كان سخن جدا جدا في استاد برج العرب، دور الثمانية لكاس الرابطة الأندية المحترفة. نشوف كده إيه اللي حصل وإزاي قدر النادي المصري يكسب الإسماعيلي 2-0، رغم إن لسه من أسبوع أو 10 أيام الإسماعيلي كسب المصري في الدوري 2-1، لكن المرة دي المصري اللي كسب الإسماعيلي، عمل ريفينج بقى المصري النهاردة وقدر يفوز على الإسماعيلي 2-0. وأنا اتفرجت على الماتش النهاردة، المصري كان أفضل وكان أخطر على المرمى النهارده وضيع فرص كتير، حتى النادي المصري ضيع فرص كتير كان ممكن النتيجه تزيد عن 2-0 لصالح النادي المصري. خلينا نشوف كده مع بعض تشكيل الفريقين. النادي المصري بقياده الكابتن حسام حسن، عصام ثروت في حراسه المرمى، اسلام ابو سليمه وعماد الدين ابو بكر في قلب الدفاع، احمد عماد ناحيه اليمين وحسين السيد ناحيه الشمال، ايزي ايميكا وعمرو موسى في نص الملعب، اسلام عطيه والياس الجلاصي اللاعب التونسي، ورجب عمران ومروان حمدي. بالنسبه للاسماعيلي كابتن حمزه الجمل بدا بمحمد كوكو في حراسه المرمى، محمد هاشم وباهر المحمدي في قلب الدفاع، محمد دسوقي ناحيه الشمال وعصام صبحي ناحيه اليمين، سيرجي اكا ومحمد حسن اثنين هاف ديفندر كده في نص الملعب، قدامهم كريم الديب ومحمد الشامي وعبد الرحمن مجدي وفراس شواط المهاجم التونسي في نادي الاسماعيلي. خلينا نشوف قدر النادي المصري انه يكسب الاسماعيلي 2-0 ويصعد النادي المصري الى الدور قبل النهائي لبطوله كاس الرابطه في انتظار الفائز من فيوتشر وحرس الحدود اللي هيلعبوا بعض بكره ان شاء الله. طبعا فيوتشر هو حامل لقب بطوله كاس الرابطه. المصري ضيع يعني الاسماعيلي النهارده اداؤه اسوأ من ماتش الدوري زي ما قلت لكم من 10 ايام كده. المصري لعب الاسماعيلي في الدوري والاسماعيلي كسب 2-1. النهارده اداء الاسماعيلي ما كانش كويس، المصري كان متفوق معظم فترات المباراه، وزي ما شفنا ضيع فرصتين ثلاثه غير الاهداف كان ممكن النتيجه تبقى اكبر من كده، اكتر من 2-0. الاسماعيلي ما ضيعش حاجات كتير، كره او كورتين، محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي النهارده ما كانش في مستواه، صالح جمعه لما نزل الفاول اللي حطه وطلعها عصام ثروت حارس المرمى. كان انا دايما خلال الفتره اللي فاتت بدي عصام ثروت هو نجم فريق النادي المصري اللي ماشي بشكل مميز جدا جدا مع النادي المصري في الفتره الحاليه. خلينا نعرف بقى بكره البنك الاهلي وسيراميكا. البنك الاهلي وصل الى دور الثمانيه بعد ما فاز على الزمالك 3-0 في مباراه دور ال 16. انتوا عارفين البطوله دي بدات من دور ال 16 في كاس الرابطه، ان البطوله دي معموله فقط لانديه الدوري الممتاز. فالبنك الاهلي وصل الى دور الثمانيه بعد فوزه على الزمالك 3-0. سيراميكا وصل الى دور الثمانيه بعد ما كسب سموحه مع نادي الاتحاد السكندري. ده طاقم التحكيم بكره
في ماتش البنك الاهلي وسيراميكا. كابتن ابراهيم محمد هو حكم المباراه، ومعاه كابتن محمد القرقصي مساعد، وكابتن حامد الشحات مساعد، كابتن مصطفى الشهدي حكم رابع، كابتن علاء صبري وكابتن عمرو العطار في الفار. دول طاقم التحكيم لمباراه بكره. خلينا بقى نشوف الفيوتشر بكره هيواجه حرس الحدود في المباراه الاخيره بقى في دور الثمانيه الصعود. بقول لمحمد عباس كمان الف سلامه، والحمد لله كان في وعكه صغيره كده، والحمد لله يعني دلوقتي بقى يعني الحمد لله احسن، ويقوم بالسلامه ان شاء الله زميلنا العزيز محمد عباس. ومبروك طبعا لنادي فيوتشر. بكره طاقم التحكيم في ماتش فيوتشر وحرس الحدود كابتن صابر ابراهيم حكم، كابتن محمد فاروق، كابتن محمود رزق مساعدين، كابتن محمد الغازي حكم رابع، كابتن سيد شعبان وكابتن احمد صلاح حكام فار في ماتشات بكره ان شاء الله. وصلنا للدقيقة 86 في مباراة الأهلي والرجاء المغربي، وخلاص يعني ناقص حوالي أربع خمس دقايق كده إن شاء الله بالوقت الضايع، والنتيجة التعادل السلبي 0-0. أتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يكمل المباراة على خير، والأهلي بيقترب بإذن الله من الصعود للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. هنطلع فاصل ونتابع الدقايق الأخيرة مع بعض إن شاء الله في مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا. بنتابع ماتش الاهلي خلاص، يعني اخر كنا في الفاصل بنتابع الدقايق الاخيره من مباراه الاهلي والرجاء. مبروك للنادي الاهلي، انتهت المباراه بالتعادل السلبي 0-0، ويعني فرحه كبيره جدا جدا لجمهور النادي الاهلي طبعا، وزعل وحسره من جماهير الرجاء، وهي دي كره القدم. لكن قدر النادي الاهلي بخبره لعيبته وجهازه الفني ان هو يخلص المباراه بالتعادل السلبي 0-0. وعلى فكره اتفرجت على الوقت الضايع يعني اثناء الفاصل، والاهلي عمل بعض الهجمات المرتده بشكل كويس. طبعا فريق الرجاء بدا يلعب كور في اخر فتره، بدا بيلعب كور طويله عشان الوقت، ولكن دفاع النادي الاهلي يعني ادى المطلوب، وكل الكور العاليه قدر يتعامل معها ياسر ابراهيم اللي تعور في اخر دقيقتين ثلاثه في الوقت الضايع، وايضا محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي، وكمان على فكره نزل خالد عبد الفتاح مكان محمد هاني ولعب ظهير ايمن، ونزل محمد اشرف اللاعب الشاب مكان علي معلول ولعب ظهير ايسر، وقدر النادي الاهلي يحافظ على نتيجه التعادل السلبي 0-0. وحصل تغييرات برضو، خرج حسين الشحات ونزل احمد عبد القادر، وخرج بيرسي تاو ونزل طاهر محمد طاهر، وخرج كهربا ونزل محمد شريف. دول الخمس تغييرات اللي عملهم النادي الاهلي، غير الظهير الايمن اللي هو محمد هاني ونزل خالد عبد الفتاح، ان خالد عبد الفتاح في الشوط الثاني عنده قدرات دفاعيه واقوى من محمد هاني في الكور العاليه وفي الالتحامات بعد ما محمد هاني ادى الشوط الاول بشكل كويس جدا، ونزل محمد اشرف برضه عشان يقف ويدافع. انتوا عارفين علي معلول يعني عنده القدرات الهجوميه اكتر شويه من الدفاعيه، وغير ثلاثه في الخط الهجومي عشان ينشط الهجمه المرتده بالنسبه للنادي الاهلي والثلث الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي. خرج كهربا ونزل محمد شريف، وخرج حسين الشحات ونزل طاهر محمد طاهر، وخرج بيرسي تاو ونزل احمد عبد القادر، وقدر الاهلي الحمد لله يفوز مش ما فازش بالمباراه، ولكن فاز بمجموع الماتشين. قدر النادي الاهلي ان هو يصعد بمجموع الماتشين او اللقاءين 2-0 في القاهره وتعادل سلبي 0-0 في المغرب، ويصعد النادي الاهلي الى الدور قبل النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. وانا بكلمكم دلوقتي ماتش الترجي وشبيبه القبائل شغال دلوقتي في تونس اهو، والترجي متقدم 1-0، وكان الترجي برضو كسب شبيبه القبائل 1-0 في الجزائر،
فيعني الترجي بيقترب من ملاقات النادي الاهلي ان شاء الله في الدور قبل النهائي. وعلى فكره المباراه الاولى هتتلعب في تونس والمباراه الثانيه هتتلعب في القاهره، ودي ميزه هتكون حلوه جدا للنادي الاهلي ان شاء الله. فمبروك للاهلي النهارده، بحيي اللعيبه والجهاز الفني وببارك لمجلس اداره النادي الاهلي طبعا كابتن محمود الخطيب، جماهير النادي الاهلي على الصعود للدور قبل النهائي للموسم الرابع على التوالي. ان الثلاث مواسم اللي فاتوا او ثلاث بطولات اللي فاتوا الاهلي وصل للنهائي ثلاث مرات، كسب البطوله مرتين وخسر او خد المركز الثاني السنه اللي فاتت امام الوداد، لكن دي المره الرابعه على التوالي ان الاهلي بيوصل للدور قبل النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. وان شاء الله النادي الاهلي يكرر الانجاز ويوصل كمان ان شاء الله يتخطى الترجي ويوصل الى المباراه النهائيه. الناحيه الثانيه هيكون سان داونز الجنوب افريقي في مواجهه الوداد المغربي، ويعني اعتقد سان داونز اقوى من الوداد، فانا برشح سان داونز والاهلي هيكون نهائي افريقي يعني بنسبه كبيره. خلاص الاهلي الحمد لله النهارده صعد ومبروك طبعا للنادي الاهلي. الاهلي عنده الترجي، انا بقول الاهلي هيعدي الترجي ان شاء الله، والاهلي هيعدي بكفاءته الفنيه وبجماهيره. احنا شفنا الماتشات اللي فاتت للاهلي بالجمهور امام الهلال السوداني هنا كسب 3-0، امام الرجاء المغربي هنا كسب 2-0. يعني مش عايز اقول بس ان كفاءه اللعيبه بس، لا بجماهير الاهلي كمان، ان جماهير الاهلي كان ليها دور كبير جدا جدا في ماتش الهلال 3-0 وماتش الرجاء اللي فات 2-0 هنا في استاد القاهره، استاد الرعب. ان اي فرقه بتيجي تلاعب الاهلي او الزمالك او منتخب مصر هنا في استاد القاهره مفيش تهريج، الاستاد ده استاد اسطوري واستاد تاريخي، وده السبب اللي خلى مستر كولر واداره النادي الاهلي تنقل ماتشات النادي الاهلي الى استاد القاهره، ان برضه استاد القاهره اكبر من استاد السلام وبيتسع لعدد جماهير واوسع الارضيه، اوسع ارض الملعب اوسع بالنسبه للنادي الاهلي. فان شاء الله انا مطمن وبقول لكم يعني زي ما كنت مطمن الاهلي هيتخطى الرجاء، انا بقول لكم مطمن الاهلي هيتخطى الترجي التونسي. وحسب توقعاتنا سان داونز بقوته بالفريق القوي اللي عاملينه السنه دي فريق سان داونز هيتخطى الوداد المغربي وهيكون نهائي افريقيا. افتكروا الكلام ده، النهارده احنا كام؟ دخلنا اهو في 30 ابريل، نهائي افريقيا هيكون ما بين الاهلي وسان داونز. وانا قلت الكلام ده على فكره لما الاهلي كان ما كانش هيصعد، يعني فاكرين انا كنت متوقع ان الاهلي ما يصعدش، عشان برضو ما اكدبش عليك واقول لكم انا كنت متاكد ان الاهلي هيصعد. لا انا جات لي فتره هنا لما الاهلي اتغلب من الهلال السوداني واتغلب من سان داونز 5، انا طلعت هنا قلت انا كده الهلال لو كسب سان داونز في السودان الاهلي مش هيصعد، وانا كنت متوقع ان الهلال السوداني يكسب سان داونز في السودان. ولكن الهلال ضيع ضربه الجزاء وضيع فرصه الصعود، وبقت القصه في ايد الاهلي هنا في القاهره في ماتش الهلال. فالاهلي كسب 3، من ساعه ما ضربه الجزاء ضاعت بتاعه الهلال انا قلت الاهلي خلاص هيصعد وممكن ياخد البطوله كمان. وحسب سير الماتشات بقى في المواجهات دور الثمانيه والدور قبل النهائي انا شايف ان سان داونز هو الفريق القوي، وان شاء الله النادي الاهلي هيواجه سان داونز في نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله، والاهلي بقى يعمل الريفنج يعني باذن الله ويتفوق على سان داونز وياخد البطوله بعد ما سان داونز تفوق على الاهلي في دور المجموعات، تعادل هنا معانا 2-2 والاهلي خسر هناك في جنوب افريقيا. طيب نروح للكابتن احمد ابو مسلم نجم النادي الاهلي السابق طبعا ومنتخبنا الوطني، مبارك له كنجم اهلاوي، ببارك طبعا لمصر كلها والجمهور الاهلي واللعيبه والجهاز الفني واداره النادي الاهلي. بصراحه الكل اجتهد اللي يقدر يخلي النادي الاهلي يوصل للمره الرابعه على التوالي الى الدور قبل النهائي. كابتن احمد ابو مسلم الف مبروك للنادي الاهلي النهارده. الله يبارك فيك يا كابتن كريم، وطبعا تحياتي ليك ومبروك رجوعك للملعب الطبيعي تاني. الله يخليك. والف مبروك جماهير النادي الاهلي وكل محبي النادي الاهلي. النهارده الماتش كان صعب زي ما انت شفت كده، واكيد اللقاءات الاخيره زي ما انت عارف يا كريم بتبقى صعبه جدا. انت شفت النهارده الجيم، حتى النهارده النادي الاهلي بيلعب في الرجاء، الماتش عامل ازاي، عصبي ازاي. طبعا النادي الاهلي كان فيه تمركز بشكل كبير جدا، نص الملعب عامل ارتكاز بشكل كبير جدا، حتى لما شفت كل ما نفرد الكوره النادي الاهلي بيرتد في نص الملعب بتاعه بشكل مميز. ايوه خدنا، انت عارف الماتشات دي بالذات لازم تاخد المطلوب منه، مش المهم الاداء، المهم اهم حاجه اللي انت تاخد اللي هي المطلوب او تحقق التارجت اللي انت عايزه. بالظبط بالظبط.
فالنهارده شفنا النادي الاهلي اداء مميز نوعا ما. شفنا حتى أستيلو كولر عنده الفتره اللي فاتت في تغييرات بيتعملها وبيغيرها كل شويه، ما تحسش ان في فرق بين اللي بينزل وبيطلع، بيطلع مروان عطيه، ينزل عمرو السوليه، ينزل ديانج، ايوه يطلع حمدي فتحي، هيطلع طاهر محمد طاهر، كهربا بينزل، محمد شريف، فكل اللعيبه وصلت للفورم يعني، وصلت في مرحله كويسه. فانا شايف ان النادي الاهلي النهارده الحمد لله طبعا ماتش كبير جدا، بالذات هتلعب في الرجاء، في الرجاء انت عارف يا كريم الماتشات دي بتبقى صعبه جدا. فانت دلوقتي حققت يعني مثلا قلنا يعني 80% لسه بره ان شاء الله الماتش الجاي، بالذات الخصم اللي انت عندك هتلعبه الفرق الجايه لو كان ترجي. فيه طبعا ترجي ترجي احنا بس طبعا بعد احداث كانت موجوده شباب اللي هي شباب القبائل، اللي كان فيه ماتش كان متوقف، كان فيه توقف وكده، وكان فيه لسه لحد دلوقتي مش عارفين المعلومه ايه بالظبط. الحكام حتى لحد دلوقتي يعني رافضين ان هم يلعبوا يعني الشوط الثاني عشان عمال الشغب. فانت بتتكلم على الصفه شباب القبائل نادي كبير، بتتكلم على ترجي نادي كبير جدا موجود. انت الناحيه الثانيه سان داونز، يعني سان داونز انا بتكلم سان داونز هيلاعب الوداد، انا متوقع ان سان داونز هيعدي الوداد والاهلي هيعدي الترجي. بس هو كريم زي ما انت قلت كده يعني ماتش صعب جدا، انت عندك بتتكلم سان داونز فرقه تقيله جدا. انا من اول ماتش خلينا كابتن ابو مسلم بس نمشي واحده واحده، يعني يعني مش عايزين نبص لسان داونز دلوقتي، احنا نبص للترجي ونفرح بعد تخطي الرجاء النهارده. يعني عايز تقول لي كده ابرز الحاجات اللي عجبتك النهارده في اداء النادي الاهلي واللي عملها كولر مع لعيبه الاهلي امام الرجاء النهارده. انا النهارده اللي عجبني جدا في اداء كولر النهارده التمركز الدفاعي بشكل كبير جدا، مميز جدا التمركز الدفاعي. طبعا انت كنت بتشوف النادي الاهلي على طول بيهاجم بشكل كبير، في مساحات بيشتغل بيها. تاني حاجه الهدوء في التغييرات، يعني في الماتش قدر يستغل السيناريو بتاع الماتش، هو مقسم من الاول. كولر كان قبل كده كريم انت بتشوف كان بيلعب يجيب كله مفتوح، حتى لما يجيب اهداف ما بيجيبش اهداف، يجيب مفتوح. لا انت دلوقتي بقيت لا في تقل، في بيغير، قال ديانج بيطلع امتى، بينزل طاهر محمد طاهر امتى، حسين الشحات بينزل امتى، كهربا بيبتدي امتى. فالراجل عامل حاله مميزه. انا شايف النهارده النادي الاهلي العنصر الدفاعي، انت اي فرقه في العالم بتدافع كويس هتكسب. ايوه النادي الاهلي النهارده بيدافع بشكل مميز جدا، حتى ضربه الجزاء اللي بنقول برضه اللي كويس كويس الحمد لله ان ضربه الجزاء دي ما اتحسب، يعني ما تمش تسجيلها، ان كانت هتصعب الماتش على النادي الاهلي في الشوط الثاني. برافو عليك، انت جبت النتيجه، انت بالذات في المغرب في الرجاء مع الجماهير دي مع الدفعه دي كلها، لو كان ضربه الجزاء دي جت كان الجيم هيتغير بشكل كبير. صح. فالحمد لله طبعا النهارده المكسب او النادي الاهلي حقق التارجت اللي هو عايزه. وبنتكلم عن المرحله الجايه ان شاء الله، طبعا تحضير الماتش الجاي لسه ما نشوف الطرف امتى بالظبط، لسه مش عارفين الاحداث الثانيه. لا هو خلاص الترجي الشوط الثاني بدا واتلعب منه حوالي 23 دقيقه الشوط الثاني، والترجي متقدم 1-0. فنتمنى ان شاء الله، اكيد احنا شفنا كمان، شفنا كريم زمان، شفنا الترجي بالنسبه لنا خصم كويس، اللي احنا شفناه هنا لعب مع نادي الزمالك مرتين، ولعب مره هنا ولعب مره. وكمان عندهم حمدي الهوني اللعيب المميز جدا عنده اصابه ومتوقع ما يلعبش الماتشات الجايه. زي ما انت قلت كده، فاحنا طبعا بالنسبه لنا اللي احنا شفنا النادي الاهلي شاف كل المفاتيح او الخطوره او الموجوده في الترجي، فانا شايف ان الترجي ان شاء الله تبقى يبقى ماتش يعني ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يخلصه هنا. النهارده بس في حاجه سلبيه شويه في الاهلي النهارده، الهجمه المرتده كابتن ابو مسلم الاهلي ما قدرش يعملها بشكل كويس رغم امتلاكه احمد حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا في الشوط الاول، ونزول احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف في الشوط الثاني، لكن والسته عندهم قدرات سرعه وعندهم مهاره، لكن الاهلي ما قدرش يطلع بالهجمه المرتده زي ما احنا عايزين او يقدر يعمل خطوره على مرمى الرجاء. ما انت خلي بالك يا كريم، هنا في حاجه انت بتتكلم دلوقتي اللي فيه تمركز دفاعي في نص الملعب، انت بتتكلم على آلو ديانج، بتتكلم على حمدي فتحي، بتتكلم على مروان عطيه، هم ما كانوش بيزيدوا، ما كانوش حد بيزيد، ما بيعملش سبورت اللي هو وصلك. أيوة. فانت لو بتاخد الكوره مثلا بريس تاو بيعتمد على نفسه في البدني، بيشتغل بشكل كويس عشان سرعته، لعوم المشوار والثاني مش هيقدر يعمل الثالث، فاهم ازاي؟ او حتى لو عدى من واحد مش هيلاقي راس حربه اللي موجود، هتلاقي كهرباء على طول، كهرباء بينزل لتحت. ايوه حتى شفت انت كل النادي الفتره اللي فاتت النادي الاهلي كلها كان عندنا خطوره ليه؟ كهرباء بيبقى جوه ال 18، يعني كهرباء مش راس حربه، بس هو بيعمل بيعرف يتمركز كويس جوه ال 18. ايوه عشان كده كان بيجيب اهداف. النهارده لا، هو راجل طالب حد يبقى نيجي نتكلم اللي هو سبورت او بيقف على الكوره، يقدر ياخد نفس الفرقه اللي ورا المهاجمين، ياخد نفس المدافعين ونص الملعب، عشان هو عايز كده، هو مش عايز يفتح الجيم بشكل كبير، هو عايز يبقى كل الناس كلها تحت الكوره بعد ما نفقد الكوره. والدليل على كده انت شفت لما كهربا اشتغل كتير النهارده دفاعي ما قدرش يحقق التارجت الهجومي زي ما انت قلت بالظبط، عشان كده راح مغير على طول، راح منزل محمد شريف. محمد شريف حتى ثلاث اربع كور جابوا له اشتغل بشكل فيهم كويس. العكس بقى كريم، لو هو بدا باحمد عبد القادر كان هيبقى في مشكله كبيره جدا. ايوه احمد عبد القادر فردي هيفضل يشتغل كتير اول ربع ساعه و20 دقيقه مش هتلاقيه بعد كده. صح. امال ايه بالنسبه للتغييره بتاعته كانت على الاقل نوعا ما، انت شايف التغييرات كويسه، يعني التغييرات عملت فريش،
او عملت ريفريشمنت للخط الهجومي ونفس انتعاشه، وبرده التغييرتين بتوع خالد عبد الفتاح ومحمد اشرف مكان محمد هاني وعلي معلول، الطرفين دول برده يعني في الشوط الاول يعني كان عليهم ضغط كبير جدا، فبرده لما نزل خالد عبد الفتاح عنده قوه جسمانيه وعنده سرعه، الناحيه الثانيه محمد اشرف ولد صغير وعنده فتنس وعنده قوه يعني اقوى شويه من علي معلول، فانا شايف التغييرتين دول كانوا مميزين جدا يا كابتن. انت خلي بالك يا كريم برضك، انت بتتكلم على شمال افريقيا كلها او تونس او الجزائر او المغرب، هم عندهم سرعه من الباكين او كل الكور العرضيه بتبقى عندهم ليه خطوره عشان هم في الالتحامات. حتى انت بص، حتى يعني ما بنتكلم حتى الراجل اللي بيلعب حتى بيلعب في الدوري المصري زاد الجزيري، بص الهدف جابه ازاي بتاع الزمالك، قدر ازاي الكورس معمول ازاي، فهم الفرقه دي كلها بتعتمد على كده. فالنادي الاهلي الناس المجهود بتاع علي معلول النهارده اللي عمله النهارده محمد هاني اشتغلوا بشكل كبير جدا، اشتغلوا بشكل دفاعي مميز جدا. ايوه هو لازم برضك نزل الناس زي ما انت قلت، محمد اشرف صغير عنده القوه وعنده السرعه، ثاني حاجه ال 10 دقائق والخمس دقائق اللي لعبها دول مش هيحصل فيهم مشاكل، يعني ال 10 دقائق والخمس دقائق دول لو نزل خمس دقائق الاخرانيين، لو خمس دقائق وخد الثلاث دقائق الثانيين ولا الاربع دقائق الثانيين هيبقى مش هيحصل حاجه. بالظبط. الناحيه الثانيه بتتكلم نفس الكلام خالد عبد الفتاح، لا ما عندوش مشكله، فانا بتكلم ان الراجل كل الخدمات اللي بينزلها او كل اللعيبه اللي بينزلها بتعمل نفس الشغل بتاع الدور الاولاني، فدي السكواد اللي عامله مرسول الكره الفتره الاخيره في النادي الاهلي مميز جدا. بالظبط. مبروك كابتن ابو مسلم ومبروك لكل الاهلاويه، وان شاء الله مستنيين بطوله افريقيا من النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا كابتن كريم. الله يخليك. كابتن احمد ابو مسلم طبعا كان من اللعيبه الكبيره جدا جدا في مصر ناحيه الشمال، ظهير ايسر ولاعب مزارع دينا واهلي وستراسبورج او اجاكسيو، اعتقد ستراسبورج واجاكسيو الفرنسي، وكان من اللعيبه المميزه جدا في منتخب مصر. نروح لواحد بقى حريف كمان، لعيب جامد جدا ومدرب ايضا مميز جدا، كابتن محمد عبد الجليل نجم مصر ونجم النادي الاهلي. كابتن جلجل اخبارك ايه والف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن كريم، ازيك يا حبيبي؟ حبيبي يا كابتن عبد الجليل، الف مبروك يا حبيبي. مبروك يا نادي، يا رب ان شاء الله نشوف الاهلي كده بقى يعني بيحقق البطوله السنه دي رغم صعوبتها الكبيره جدا السنه دي. والله يا بطولة جامدة جدا يا كابتن، بطولة صعبة جدا وفرق كلها مميزة. بس الأهلي شكل تاني يا كابتن، وتنظيم دفاعي محترم وقراية للماتش حلوة قوي من كولر. اللعيبة ما بتدخلش بأي حاجة كابتن. النهاردة الفرقة اللي خلاها كده قريبة قوي من بعض يا كابتن، يعني الديفنس مع نص الملعب الثلاثة هايلين. أيوه. يانجو ومروان الله أكبر وحمدي. ويمكن انا توقعت ان حمدي اللي هيبتدي مش السوليه، وفعلا السوليه مصاب اعتقد يا كابتن عبد الجليل. والله حتى يعني السوليه كان دوره هنا حلو في المباراه اللي هنا، السوليه ما سافرش مع الفرقه ان كان عنده اصابه. انما هو المفروض صح ان لان هو ابتدى بيه هنا، فحمدي فارق جدا مع الاهلي يا كابتن. تغييرات كولر النهارده كانت تهمت ولو انه جريء شويه في حته محمد اشرف. ايوه. فوجئت بيها، لان ولد صغير ما كانش رجليه في الملعب، يعني هو نزله حتى قبل خالد عبد الفتاح، لان خالد هو اللي المفروض ان بينزل البديل دايما يعني. ايوه. فتغييرات انا يعني على قد ما هي كده، بس هو من الواضح ان هو كان عايز يوقف الاطراف بتاعتهم. لان كابتن كريم الرجاء ابتدت اول 10 دقائق اللعب اللي هو زي بتاع سان داونز، انت عارف الرجل ومساحات ضيقه، بعد كده الاهلي قفلها، فابتدوا يعملوا اللونج باص، ودي كانت ميزه بقى النهارده ياسر ومحمد عبد المنعم متفوقين في الحته دي. طيب يعني ضربه الجزاء كانت اعتقد نقطه تحول في الجيم النهارده كابتن عبد الجليل، ان ضربه الجزاء اللي اتحسبت، عايز اعرف رايك في احتسابها، وايضا ان يعني لو كانت جت الكره دي لا قدر الله كانت هتبقى مشكله للنادي الاهلي في الشوط الثاني. يا كابتن كنت هذا نفس السيناريو اللي الاهلي جاب هنا الجون الاولاني في اخر الشوط الاول. بالظبط. فلو كانت دخلت يا كابتن كانت هتعمل مشكله كبيره، لان الشوط الثاني ده كنت هتلاقي تطار من فرقه وجمهور كان هيساند اكتر. ايوه. ولكن ضربه الجزاء لما ضاعت هي همتت الجماهير قبل اللعيبه، يعني انا حسيت ان الجماهير ان هي عارفه هي بتلاعب مين يا كابتن. طبعا عارفه ان ضياع ضربه جزاء مع النادي الاهلي والنتيجه 2-0، لا يعني استحاله ان هو يعرف يجيب ضربه جزاء او يعرف يجيب جون ثاني. النهارده الحكم بصراحه ممتاز يا كابتن، 33 سنه حاجه فعلا، الواحد كان مبسوط جريء جدا ومفيش غلطه يعني النهارده، يعني لا ضربه الجزاء طبعا ضربه جزاء يا كابتن، هو شايط رجله مش شايط الكوره. انت توصل الحكم الليبي ابراهيم معتز النهارده ممتازه يا كابتن، ده انا فوجئت ان عنده 33 سنه. ايوه.
لا لا حاجه مبشره. خلي بالك اللي نزل النهارده احمد نبيل كوكا مش محمد اشرف. والله شبه بعض. انا غلطت كمان من شويه قلت محمد اشرف لكن هو احمد نبيل كوكا. ان شبه بعض شويه. ايوه. برضه بريء ابن الذين طبعا. صح. فاهمني يعني صح. ما هو كوكا ده ما بيلعبش خالص برضه. بالظبط. يعني هما الاثنين شبه بعض. انا حتى وانا بتفرج على انا اتفرجت على اخر شويه عشان كنت على الهوا. شبه بعض. طلعت فاصل اتفرجت على اخر 7 8 دقايق فافتكرته برضه محمد اشرف لكن هو احمد نبيل كوكا يعني. انا قعدت ادربك دماغي طب اشرف هينزل باك ليفت طب هيلعب من فين طب علي معلول هيلعب من فوق طب هو اللي هيلعب من فوق يعني عارف دربكتنا بس لا اتضح ان هو دخل في نص الملعب مانجا. ايوه. وبرده جراءه من كولر بصراحه كابتن ميزه كولر ان هو عامل 18 20 لعيب بيدور فيهم اللي بينزل زي اللي جوه صح اللي بره صح صح يعني دي يمكن موسيماني كان بيكسب بطولات يا كابتن انما كان 13 14 لعيب بس بيلعب فيه عشان كده الاهلي بعد كده حصل له دروب وقعه جامده الفتره اللي فاتت دروب جامد انما انا شايف ان الافريقيا بتنادي الاهلي بصراحه بعد ماتش النهارده. بص يا كابتن عبد الجليل بعد ما ضربه الجزاء بتاعت الهلال السوداني ضاعت امام سان داونز انا واحد من اللي كنت متوقع ان الهلال السوداني يكسب سان داونز والاهلي يخرج عشان ابقى حقاني معاك على الهوا اهو قدام الناس. ايوه. اول ما ضربه الجزاء ضاعت بتاعت الهلال قلت الاهلي هياخد البطوله مش هيكسب الهلال لا ده هياخد البطوله. ايوه. والله يا كابتن عبد الجليل ان هي في شواهد كده تقول لك ايه انا عارفين الاهلي احنا حافظين الاهلي فلما الاهلي تبقى القصه بايده مش بايد غيره بيتعامل. حلوه ده كده صح 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 هو يعني حتى الكولر قال لك ان بعد الماتش دوت قال لك ان الكوره بقت في رجلينا لما ضيعوا قال لك خلاص بقت في ملعبنا احنا. بالظبط. لا شايف اداء الاهلي بيتطور يا كابتن يعني ممكن مش احسن حاجه ككوره ولكن التنظيم يا كابتن الوقفه الاستحواذ على الكوره لا النادي الاهلي بقى مميز في الحته دي يعني طبعا. صعب تجيب في جون بسهوله. شايف الطريقه اللي لعب بيها كولر النهارده يا كابتن والتمركز الدفاعي وان مفيش ناس كتير بتزيد من تحت في النواحي الهجوميه ده كان مناسب النهارده للمباراه؟ جدا جدا وشايفها جابت نتيجه بدليل ان فعلا مفيش صوره حتى لو يعني انا ما لقيتش غير هي واحده بس اللي اتعملت بالعرض. أيوة. على البعيده اللي ضيعها الزريتي بس انما بقيت الجيم لا متكتف من النادي الاهلي صح. كولر لعب بطريقه طيب. يضغط في الاول تحس انه بيضغط ضغط عالي بعدين يرجع نص الملعب الاهلي. قول لي بقى كابتن عبد الجليل عشان عايزين نروح نحتفل مع جمهور الاهلي دلوقتي مع زميلي العزيز ايهاب النحاس قول لي توقعك كده سريعا الاهلي في مواجهه الترجي الاهلي يعدي الاهلي يعدي ان شاء الله ما فيش مشكله. لا هيعدي يا كابتن خلاص ان شاء الله. هو انا اتمنى لقاء سان داونز في النهائي عشان الاهلي يفرم سان داونز ان شاء الله. طيب بشكرك كابتن محمد عبد الجليل طبعا نجمنا الكبير والف مبروك ليك وللنادي الاهلي النهارده الصعود الى الدور قبل نهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. وكابتن عبد الجليل كان من اللعيبه الجامده قوي ومن اللعيبه الحريفه قوي في مصر وكنت بستمتع كده وانا بتفرج عليهم الشخصيات الحلوه كمان اللي احنا بنحبها جدا. خلينا نروح للكابتن جمال الغندور حكمنا الكبير طبعا جدا جدا والخبير التحكيمي يعني الكبير جدا نعرف منه رايه في الحكم الليبي النهارده وطاقم التحكيم كابتن ابراهيم معتز حكم المباراه وضربه الجزاء اللي اتحسبت وكل احداث مباراه الاهلي والرجاء المغربي والتعادل السلبي 0-0. كابتن جمال الغندور وحشنا يا كابتن جمال. كابتن كريم مساء الخير تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك. انا ما اعرفش انت لوحدك ولا لا انا لوحدي الون النهارده عشان ماتش الاهلي. عشان ماتش الدنيا برد كده معلش لا لا مظبطين الاستوديو ما تقلقش. ازيك يا كابتن جمال؟ انت اللي وحشنا. انت اللي وحشنا يا كابتن ما بتجيلناش يا كابتن زي زمان يا كابتن. وهو احمد درويش ما بيكلمنيش كابتن. لا هنكلمك على طول. ماشي. قول لي يا كابتن ايه رايك في الماتش؟ كابتن كريم اولا مبروك للنادي الاهلي طبعا. طبعا طبعا. وطبعا خلينا نتكلم بقى بشكل منطقي. ايوه. اي فريق بيمثل مصر كلنا بنشجعه. طبعا. حول المشجعين. طبعا. وانا عاجبني فيك هذه الروح طبعا يا كريم بغض النظر عن انتمائك. طبعا. لكن طبعا ولو الزمالك في الوضع ده، الاسماعيلي في الوضع ده، اي حد وطبعا بنتمنى التوفيق ان شاء الله لبيراميدز. عشان يكون برضه ممثل لمصر ان شاء الله حتى في المباراه ان شاء الله. بالنسبه للتحكيم هقول لك على حاجه يمكن ما حدش اشار ليها. لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي بتعمل حاجه الفتره دي كويسه جدا جدا جدا. وانا متفق معاهم فيها وهي تغيير الجلد. تغيير الجلد. عدد جديد بتعين حكام اسماء جديده يعني. لا هم بيعتمدوا دلوقتي على جيل جديد من الحكام. لان الحكام الكبار معظمهم وصل لسن الاعتزال والباقيين فاضل في عمرهم تحكيمي سنه ولا سنتين. ايوه.
فده الاسلوب اللي بيعمله الاتحاد الافريقي دلوقتي، ده طبعا اسلوب محترم جدا، وانا زي ما قلت لك اتفق معاهم جدا فيه. لانه هو ده اللي يجب انه يكون. ممكن طبعا يا كريم هنحاسب الولاد دول من اول يوم او من اول ظهور ليهم، بالتاكيد لسه ناقصين شويه خبرات، بالتاكيد المباريات كبيره جدا بالنسبه لهم، ولكن هم اللي عايز يشتغل لبكره لازم يعمل كده. صح. فبالتالي هتلاقي كل الحكام اللي بيديروا المباريات دي، المباراة دي ما كانش بيديرها قبل كده غير حكام اللي هم ايه، حكام النخبة اللي هم اللي كنت شفتهم في كاس عالم او مرشحين لكاس عالم بس. لكن النهارده هتلاقي اسماء جديدة، وبالتالي لما نيجي نحاسب الحكام دي على مباراة بهذه الصعوبة وبالاسماء الكبيرة ديت وبالفريقين الكبار وبهذا المنطق، لازم يعني زي ما تقول ايه، نتعاطف معاهم، لازم نقف معاهم، لازم نأيدهم، لازم نساندهم. واخد بالك؟ مش في مباراه النهارده بس، كل المباريات اللي على فكره بيلعبها حكام جداد، كل المباريات. وده نهج ثاني او ثالث مره بقوله، انا بحيي لجنه الحكام حاجه كويس. طبعا النهارده بقى تقيم طاقم التحكيم تقول ايه؟ بص، احنا عندنا برضو في التقييم تقييم الحكم بيتوقف على درجه صعوبه المباراه. يعني مثلا مباراه سهله لما تيجي تقيم الحكم فيها وعايز تقول ان هو كان جيد في مباراة سهلة، فبتدي له كام؟ بتدي له 8. لكن لو المباراة متوسطة بتدي له 8.5. لو المباراة صعبة بتدي له 9. شوف قد ايه؟ يعني نفس المباراة ايوه ونفس الأداء بيتوقف على صعوبة طيب كابتن جمال، المباراة النهاردة انا عايز كورتين الناس كلها بتتكلم فيهم، ضربة الجزاء اللي اتحسبت على الأهلي وضاعت، وكان في خبطه برضه الكهرباء كده فقال لك ضربه جزاء، السوشيال ميديا بص كريم الجماهير يعني بيتكلموا في اللقطتين دول. بص يا كريم، انت عارف طبعا اسلوبي وعارف احنا اشتغلنا مع بعض قبل كده، انا ما اقدرش اقول رايي في قناه تحكيمي الا ما يكون قدامي واشرحه للناس عشان توصل للاقناع. يعني من غير ما نشرحه يعني من غير صوره كده، من غير صوره. انا ما اقدرش اتكلم على لقطه تحكيميه من غير صوره، وانا اتعودت على كده عشان ما يبقاش ايه مجرد تصريح. يعني التصريحات كتير، ما احنا عايزين نعرف راي كابتن جمال غندور حتى ما انا لو انت قدامك، لو انت هتجيب لي اللقطه، احنا معناش حقوق يا كابتن، معناش حقوق انت عارف. ما انا عارف، انا عشان كده بقول لك، انا يعني صعب جدا ان انا اتكلم عن قرار فني للحكم من غير ما اشرحه بالفيديو، حتى مش بالصوره، بالفيديو. ولكن اجمالا زي ما قلت لك، مباراه صعبه الحكم اداؤه فيها كان اداء جيد. تمام يا كابتن جمال، بشكرك ومبروك للاهلي النهارده. الف مبروك لمصر. الله يخليك. نشكر كابتن جمال غندور طبعا، حكمنا الكبير طبعا وخبيرنا التحكيمي. خلينا نروح بقى لمراسلنا العزيز طبعا وصديقنا ايهاب النحاس مع مجموعه من جماهير النادي الاهلي بعد الفوز النهارده والصعود الى الدور قبل النهائي لبطوله افريقيا. نشوف كده مع ايهاب النحاس جمهور الاهلي وفرحه الصعود للدور قبل النهائي. تحياتي ليك كابتن كريم، وتحياتي كل الساده مشاهدي ومتابعي قناه الحياه في كل مكان. فرحه كبيره النهارده لكل جماهير النادي الاهلي بتحقيق تعادل مع نادي الرجاء في المغرب، وكده نتيجه المباراتين بقى 2-0 لصالح النادي الاهلي وصعود النادي الاهلي للدور نصف النهائي، واعتقد انه هيقابل ان شاء الله باذن الله نادي الترجي التونسي. معانا النهارده جماهير النادي الاهلي كانت موجوده النهارده بتتابع المباراه، هنعرف ردود افعالهم ونعرف رايهم النهارده في المباراه. عايز اعرف لك النهارده في الماتش. الاهلي عالمي، الاهلي حديد وما فيش زيه، ما فيش زيه. والبطوله اهلاويه في الجزيره، شايف النهارده عامل التفوق النادي الاهلي النهارده في المباراه، خاصه انه بيلعب على ملعب ان جمهور نادي الرجاء وجمهور كان كبير النهارده. هو لاعب الماتش زي ما هو عايز، هو اتحكم في الماتش بناء عليه. الاثنين اللي جم في الماتش في الشوط الاولاني، في الماتش الاولاني ريحوه شويه ولعب زي ما هو عايز وظبط الماتش اللي هو عايزه وخد من الماتش اللي هو عايزه. وان شاء الله الترجي يعني قريب مننا برضه، عارفين طريقته ونتوصل للنهايه ان شاء الله. توصل للنهايه ان شاء الله. جمهور النهارده كان ليه عامل النهارده في المباراه؟ حاسس ان الجمهور كان مقصر النهارده في النادي الاهلي؟ لا، الاهلي واخد على كده، بيلعب على الجمهور طول عمره، لكن جوه كانوا بيلعبوا في القاهره. تمام، الحمد لله. نقطه التحول النهارده كانت في الماتش من وجهه نظرك ضربه الجزاء اللي اتصد او اللي خبطت في العرض؟ طبعا غيرت مسار الماتش خالص، خلى اللعيبه بتاعتهم خرجت بره الماتش، والاهلي عامل اللي هو عايزه ومشي بالماتش زي ما هو عايز لحد ما طلع بالنتيجه الحمد لله، وان شاء الله البطوله في الاهلي. كان عندك شك النهارده النادي الاهلي ممكن يطلع النهارده من بره؟ خالص، كنت مطمن للاخر، لان الاهلي ما بيوصل للدور ده بيبقى صعب قوي 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 ان هو يخرج من البطوله. مين النهارده عامل التفوق في النادي الاهلي؟ اللعيب النهارده تقول له برافو. الشناوي ومروان عطيه. عايز اعرف لك النهارده في الماتش. النهارده الاهلي عمل عليه رقم واحد، كولر دافع كويس اول الماتش، وبعد كده ابتدى ان هو يباغت بهجمات، ما وفقش في اول الماتش بس يعني عمل اللي عليه،
والشناوي رقم واحد واخد بالك، يعني عمل كل اللي عليه الشناوي، شالك اكتر من كوره ويعني عمل كل اللي عليه الشناوي. ونقدر نقول ان الاهلي كسب من هنا من القاهره؟ لا 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 خالص خالص، لسه في يعني ماتش جامد جدا الترجي. لا لا انا بتكلم على الماتش ده، الماتش ده الاهلي كسب من القاهره يعتبر ولا لا؟ طبعا ال 2-0 عملوا برده فريق كبير جدا جدا مع الاهلي، يعني ما اقدرش اقول غير كده برده، يعني عمل اللي عليه هنا وهناك، يعني هنا كانت اكبر خطوه اللي هو خدها هنا اللي هو ال 2-0. كولر النهارده ادار الماتش كويس، هو خد اللي هو عايزه من الماتش، هو بص من الماتش من ناحيه ان هو ايه، مش عايز يجازف، هو مش عايز يجازف، هو القصه كلها هو عايز ايه من الماتش وخده خلاص. والنهارده الماتش احنا انت شايف الماتش مش ممتع، بس الماتش من منيمه، هو منيم الماتش وجر الرجاء للنتيجه ديت، واخد بالك؟ فهو مش عايز يجيب اجوان. حتى تلاحظ ان كل حتى التغييرات الاخيره الدفاعيه، هو يعني التغييرات الدفاعيه، هو لما نزل الوينجين قال لك بس عشان نسحب الرجاء لقدام شويه عشان ما يبقاش فيه ضغط على الباكات، بس مش اكتر، انما هو عمل اللي هو عايزه في الماتش. والنتيجه اللي هي في القاهره مريحاه 2-0، وصعب ان نادي زي الاهلي يدخل فيه 3 اجوان، صعب، يمكن هنقول استحاله. انا عايز اقول كلمتين اتنين بس. الاهلي دايما بيفرح الجمهور في مصر، تمام. مفيش غير الاهلي، تمام. والله كل اللي لدى الناس حتفات كلها مبسوطه. نروح لمدرب الكبير طبعا، مدربنا كابتن احمد ناجي، مدرب حراس مرمى طبعا مصر والنادي الاهلي السابق، ونشوف رايه النهارده في حراسه المرمى. محمد الشناوي النهارده كان عليه ضغط كبير، وكور عرضيه وكور ثابته ويعني كور طوليه، حاجات كتير جدا النهارده تعرض ليها النادي الاهلي امام الرجاء. فخلينا نشوف راي كابتن احمد ناجي طبعا، ونبارك له في البدايه على فوز النادي الاهلي النهارده وصعوده الى الدور قبل النهائي. كابتن احمد ازي حضرتك؟ كريم وحشني جدا. الله يخليك كابتن ناجي، اخبار حضرتك ايه؟ انا بخير الحمد لله، كله بخير. مبروك للاهلي النهارده الصعود. مبروك للاهلي ومبروك لمصر طبعا، فرقه مصريه وصلت الدور النهائي طبعا، وان شاء الله توصل للنهائي وتنافس بجديه جدا على البطوله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن احمد يعني قولي رايك النهارده في الماتش في الاول كده في اداء النادي الاهلي، وبعدين اكلمك على محمد الشناوي حارس الاهلي. لا طبعا المدرب النهارده احترم الرجاء جدا جدا جدا، وعمل فتره دفاعيه يعني مش عايز اقول لك مثاليه، وفي كل اوقات المباراه طبعا توفيق اللعيبه كان يعني درجه كبيره جدا جدا، خصوصا قلوب الدفاع والطرفين كانوا هايلين، المساعده من مروان وديانج وحمدي كانت هايله جدا على الاطراف. طبعا هو لعب طبعا يعني جزء قليل من الملعب 30 يارده او حاجه، فده وفر مجهود اللعيبه بشكل كويس جدا للناحيه الدفاعيه، وبعدين في الاخر زي ما شفت راح نزل عبد القادر وطاهر عشان يسحبوا الناس شويه ويخفوا الضغط عنه. لا لا هو كان النهارده دماغه عاليه جدا جدا كولر، حاجه حلوه، واللعيبه كمان ساعدته، كانت درجه الحماس والكور المشتركه اللي احنا بنحسب بيها اللعيبه يعني بتأدي برجوله ولا لا، كانت معظم الكور المشتركه للاعيبه النادي الاهلي، وكمان يعني كان عندنا فرصه او حاجه وفي كهرباء في كره برضو مشكوك فيها ان هي ممكن تكون ضربه جزاء، لكن الحمد لله النتيجه اجمالا لعبا ونتيجه والمطلوب اتحقق بشكل رائع جدا. الشناوي كان حارس كبير، حارس يعني درجه التوتر عنده مظبوطه جدا جدا، وده طبعا تحسب ليه وللمدربه سريان كون، بيلعب بهدوء نفسي عالي جدا جدا جدا. طبعا ما راحتلوش حاجات صعبه النهارده كتير، غير الحاجات اللي انت بتقول عليها ان هو كان بيلم ورا المدافعين او بياخد الكور العرضيه بشكل جيد جدا، اللي عايز تضرب بتضرب واللي عايز تمسك بتمسك، يعني اداؤه شرب يعني النهارده الحمد لله. اداؤه الحمد لله في جميع الكور، او يعني زي ما انت بتقول طريقه كولر النهارده ما صعبتش الامور على الشناوي. لا لا الستاره الدفاعيه بس برضه هو كمان بيواجه اكيد اللعيبه تمركزه داخل ال 18 طبعا طبعا. لا هو انت راجل، انت بتتكلم على راجل بقى له 6-7 سنين بيتعرض للمنافسات دي. ايوه يعني
طبعا كنت بستعجب جدا من بعض الاوقات اللي كان بيتهاجم فيها، لكن طبعا الحمد لله ان النادي فاهم قدراته وفاهم اهميته وما انسخش ورا لا الميديا ولا الحاجات اللي كانت بتحصل. وهو طبعا يستحق ان هو يكون فعلا الحارس الاول لمصر وافريقيا كمان. مباراه الترجي التونسي وشبيبه القبائل كانت ماشيه 1-0 للترجي، وقلنا خلاص الترجي هيصعد، لكن شبيبة القبائل جاب جون، بس دلوقتي حالا المباراه انتهت 1-1 خلاص الترجي الترجي صعد كده لمواجهه الاهلي. توقعاتك ايه الاهلي والترجي يا كابتن ناجي؟ انا شايف يعني طبعا مع احترامنا الشديد جدا للترجي وكابتن نبيل معلول حبيبي، يعني انا اشتغلت معاه 2 سنين. ايوه لكن الترجي اعتقد ان هي يعني ده بيقولوا لي دلوقتي شبيبة القبائل ضيعوا هدف مؤكد في اخر ثانيه، لو كان الجون ده جه كانوا يخرجوا الترجي في اخر ثانيه، ضيعوا فرصه. مبروك طبعا مبروك لنبيل، لكن طبعا يعني مش عايزين نقول له مبروك المباراه الجايه، ان شاء الله نقول مبروك للنادي الاهلي برضو ان شاء الله. ان شاء الله يعني شايف الاهلي اقرب من الترجي ان شاء الله لل انا شايف كده يعني. انا شايف كده السكواد بتاع الفرقتين، لا النادي الاهلي طبعا ان شاء الله يكون احسن، وان شاء الله يكون في النهائي، وطبعا استنى بقى الوداد وصن داون. ايوه هتبقى مباراه يعني هي الناس شايفه ان هي صن داون سهله وبتاع، لكن انا بقول لا مش هتبقى سهله، هتبقى مش بس صن داونز اقوى كابتن ناجي اكيد في كل الخطوط. مفيش حاجه حضرتك كده شعر كده في فوز الاهلي النهارده؟ ده لسه خلص من 3 دقايق. حاجه على الهوا كده على طول، انا عارف الخواطر بتجيلك وانت فرحان كده على طول. لا والله لا والله لك. انا يعني طبعا ببارك النادي الاهلي طبعا، ببارك جماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره والجهاز الفني بالتحديد، النهارده يستحقوا واللاعبين يستحقوا كل الشكر وكل التهنئه ان شاء الله. ويعني الف مبروك كابتن ناجي، وخطوتك القادمه فين في التدريب؟ قريب ان شاء الله. ان شاء الله في حاجه حلوه كده قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. حبيبي كابتن احمد ناجي بنشكرك، وكل سنه وحضرتك طيب ومبروك للاهلي. بالصحه والسلام، ربنا يخليك يا كريم. الله يخليك. نشكر مدربنا الكبير طبعا كابتن احمد ناجي، طبعا مدربنا الكبير. زي ما قلت لكم يعني كنت انا اتفرجت على الشوط الاول من المباراه، والشوط الثاني كنا على الهوا، ويعني كنت بتابع احداث مباراه الاهلي والرجاء. يعني كولر النهارده باجماع الاراء يعني الناس كلها اللي اتكلمت معانا ان هو لعب بالطريقه المناسبه للمباراه، خلى ان النواحي الدفاعيه مميزه جدا، في تمركز كويس جدا من دفاع النادي الاهلي والاطراف النهارده كان علي معلول ومحمد هاني في الشوط الاول، الثلاثه بتوع نص الملعب كان لهم ادوار دفاعيه قويه جدا والستاره حديديه، حتى كابتن احمد ناجي بيقول لي ان مفيش حاجه صعبه راحت على محمد الشناوي، كان كلها يعني كور ساقطه ورا الديفنس وحاجات بسهوله يقدر يتعامل معاها. وفي الخط الهجومي طبعا كان عندهم ادوار دفاعيه النهارده كبيره جدا، يعني شفنا في الشوط الاول حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا كانوا بينزلوا وبيدافعوا وبيبقوا تحت الكوره عشان يبقى ما فيش مساحات لفريق الرجاء، ده اللي خلى فريق الرجاء يلجا الى الكرات الطويله والكرات العرضيه، وطبعا يهتموا بضربات ثابته. نفس القصه حصلت في الشوط الثاني، وبدا كمان كولر ينشط شويه عشان اللعيبه في التلت الهجومي، حسين الشحات خرج وبيرسي تاو خرج ونزل عبد القادر ونزل طاهر ونزل محمد شريف مكان كهربا، بينشط النواحي الهجوميه مع اضافه عناصر شابه في الخطوط الدفاعيه او في خط الدفاع. شفنا احمد نبيل كوكا ناحيه الشمال مكان علي معلول في اخر الوقت في الشوط الثاني، شفنا خالد عبد الفتاح مكان محمد هاني، يعني ادار المباراه بحكمه النهارده بشكل كبير جدا، وقدر يخرج من المباراه بدون اهداف، بدون ما يخش اهداف في مرمى النادي الاهلي، وبالتالي يصعد النادي الاهلي. لسه من شويه انا طبعا ما اتفرجتش على ماتش الترجي وشبيبه القبائل، بيقولوا لي ان المباراه كانت 1-0 للترجي، وبعدين شبيبه القبائل جاب جون في الاخر وضيعوا فرصه شبيبه القبائل في اخر ثانيه، هدف محقق كان ممكن يخرج الترجي من البطوله، ولكن انتهت المباراه 1-1 وكده خلاص تاكد مواجهه الاهلي والترجي التونسي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. طيب ده بالنسبه لماتشات افريقيا، خلاص عرفنا الاهلي مع الترجي والوداد مع سان داونز بطل جنوب افريقيا، ونتمنى كمان زي ما قلنا التوفيق بكره لفريق بيراميدز باذن الله. هنطلع فاصل ونرجع بقى هاخدكم في شويه حاجات كده، هنروح نشوف ماتشات الفولي بول ما بين الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي البلاي اوف بكره المباراه الفاصله، هنتفرج على اجزاء من المباراه الاولى والثانيه، في ماتش الزمالك كسبه 3-2 المباراة الأولى، وامبارح الأهلي كسب المباراة الثانية 3-2، نهائي كأس مصر بتلعب بنظام البلاي أوف بكرة الساعة 9 إن شاء الله المباراة الفاصلة. هنطلع هنرجع نتكلم على وفي إنجازات النهاردة اتعملت في الرياضة المصرية رائعة جدا،
في الخماسي الحديث وفي التنس. ماير شريف النهارده ماشيه في بطوله مدريد في اسبانيا بشكل رائع، وكسبت النهارده المصنفه الخامسه على العالم، يعني عامله شغل جامد. هنعرف التفاصيل كلها بعد الفاصل ان شاء الله. الحقيقه النهارده بنكمل منظومه، كره اليد المصريه، التخطيط الجيد، الرؤيه الجيده. ده المختصر اللي ممكن نقوله. كان في مدير فني سابق الحقيقه تورونتو، وهو بذل جهد كبير جدا، وايضا مدرسه اسبانيه. احنا بنشكره جدا على الاداء واللي احنا وصلنا له، لان كان مع يعني انا هقول كده لاعبين كره اليد انا بعتبرهم ولادي اخواتي، لان لما ببقى موجود معاهم بحس كده بفرصه كبيره جدا على شباب مصر. شكرهم حلو وادائهم كويس ومنتهى الاطلاق مع اجهزه اداريه على نفس السياق، مع اتحاد سابق لاعب مستقبل الهاندبول خلاص بقت منظومه. هو اهم حاجه في الرياضه عامه لاي مدرب ان هو بيختار مشروع، هو مؤمن جدا بالمشروع مع الاتحاد المصري لكره اليد، وشايف ان الناس احنا الحمد لله حاطين خطه وعندنا طموح وعندنا تحدي كبير. فكره اللي هي ميداليه في الاولمبياد ده وميداليه في كاس العالم ده تحدي كبير. هو قبل كده كان حقق ميداليه في الاولمبياد برونزيه بالظبط كده مع اسبانيا في 2008، فهو عارف قد ايه ده تحدي كبير، فهو يعني عايز يكون في التحدي ده ومؤمن جدا بالتحدي اللي احنا ان شاء الله نقدر يعني نأدي التحدي ده. But this is worth the reasons. This is our challenge. This is our dream. Okay, I know these players, but because they play in Hungary. طبعا مش بقول بس عارف يحيى، ويحيى طبعا هو عارف كل لعيبه منتخب مصر كانت لعيبه كاس العالم، وجه هنا عشان يشوف لعيبه اكتر، فهو برضه بيتابع كل اللعيبه، وهو دي شغلانته في الاخر، هو بيبص على كل اللعيبه ويطور من اداء اللعيبه كلها بحيث ان احنا نوصل للهدف ده. واحنا في خطتنا مثلا هنلعب المانيا في المانيا مرتين، هنروح الدنمارك نلعب هولندا والنرويج والدنمارك في الدنمارك، فيعني احنا لازم نجهز نفسنا. احنا ممكن نلعب حد من دول في كوارتر فاينل مثلا في الاولمبياد، فلازم هدفنا يوصل ان احنا نقدر نكسب الفرقه دي. ده اللي احنا بنحضر له، وده اللي احنا هنشتغل على اللعيبه ليه، هنطورهم ان هم نقدر نكسب الفرقه دي عشان نوصل للهدف. بيفور ستيب باي ستيب تو جيت افريكان كاب اي ناشونال تيم بلاي وي وان سيستم. في الاخر احنا هيشتغل بالاي تيم والبي تيم والجونيور، كل المنتخب شباب الناشئين، كل الناس دي كلها هتشتغل بنفس السيستم. هو ده هدفه وده فكرته كلها، ان هو هيمرن كل الناس تشتغل بنفس السيستم. نفس الوقت احنا عندنا خطه حطيناها للدوري المصري والدوري المحلي، هنقعد مع الناس المسؤولين، وهو يعني بالنسبه له هيقعد مع الناس المسؤولين ويحاول يطبق البرنامج ده بحيث يطور الدوري المصري. وي هاف وان بلان. المعايير ان احنا كنا بندور على حاجه قريبه، ما يبقاش في جاب كبير ما بين الاستمراريه بتاعه المنتخب. بندور على مدرب سي في قويه، مدرب حقق كاس عالم قبل كده، فاحنا يعني فاحنا اتفقنا على الـ على الـ على الـ الاساس. حقق كاس عالم مع اسبانيا مع بلده في سنه 2005، وخد تاني بطوله اوروبا في 2006، وفي 2008 دوري بكين خد ميداليه برونزيه مع منتخب اسبانيا. فده كان الهدف الاساسي. المدرسه الاسبانيه معروفه دلوقتي بقت في كره اليد، وهم لما كان دكتور محمد الامين والدكتور حسن مصطفى مشكورا لما تفضل وطلع قال لي الكلمه، هو في اسمه البروفيسور، هم مسميينه في الوسط بتاعه البروفيسور الاستاذ، هو استاذ اللعبه دي، هو اللي بدع الطريقه الجديده بتاعت الدفاع والهجوم الاسبانيه، فهو الاستاذ بتاعها. تعمدنا ان احنا نجيب اسم كبير، خبره كبيره، عنده امل انه هو اول مره يطلع بره اوروبا، فهيحقق نتيجه. وده الكلام اللي حصل واحنا في اوضه الاجتماع جوه مع الدكتور اشرف صبحي. مشكورا للدكتور اشرف صبحي، داعم جامد جدا لكره اليد. نتمنى ان شاء الله ان اللي احنا اخترناه يحقق الهدف بتاع الشعب المصري كله، ان احنا نحقق ميداليه في الاولمبياد.
خليني اخدكم بقى لبعض الماتشات المهمه اللي بتتلعب بعيدا عن كره القدم طبعا، ويعني زي ما من شويه باركنا للنادي الاهلي صعوده الى الدور قبل نهائي في دوري ابطال افريقيا. النهارده كمان الاهلي في دوري ابطال افريقيا لكره السله فاز على فريق سيتي اويلرز الاوغندي 72-70 في مباراه صعبه، وتاني مباراه الاوغندي. دي مجاميع كاس العالم، احنا نلعب منتخب مصر وصل كاس عالم لكره السله. البطوله هتبقى في اسبانيا ان شاء الله في 25 اغسطس القادم. لا البطولة هتكون في ثلاث دول، في الفلبين واليابان واندونيسيا بمشاركة 32 دولة. يعني بقى كأس العالم كمان عامل زي كأس العالم بتاع الكورة، 32 دولة، والبطولة هتقام في ثلاث دول مختلفة في آسيا طبعا، في الفلبين واندونيسيا واليابان. المجموعة الأولى أنجولا وجمهورية الدومينيكان والفلبين وإيطاليا، المجموعة الثانية جنوب السودان وصربيا والصين وبورتوريكو، المجموعة الثالثة أمريكا والأردن واليونان ونيوزيلندا، المجموعة الرابعة اللي فيها مصر معانا المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا، مجموعة جامدة على فكرة، ليتوانيا من المنتخبات الأوروبية القوية في كرة السلة ومونتينيجرو كمان، المكسيك يعني مش من الدول المتقدمة في الباسكت ولكن ممكن تبقى برضه منتخب قوي، إن المكسيك قريب من أمريكا يعني. المجموعة الرابعة فيها مصر ومونتينيجرو وليتوانيا والمكسيك، المجموعة الخامسة ألمانيا وفنلندا وأستراليا واليابان، المجموعة السادسة سلوفينيا وكاب فيردي اللي هو الرأس الأخضر، جورجيا وفنزويلا، المجموعة السابعة إيران وأسبانيا وكوديفوار والبرازيل، المجموعة الثامنة كندا ولاتفيا ولبنان وفرنسا. نتمنى إن شاء الله لمنتخبنا الوطني التوفيق. كمان النهاردة النادي الأهلي لكرة اليد للسيدات فاز ببطولة تنس نجمتنا المصرية ميار شريف. ميار شريف عامله اعجاز في التنس، بتلعب عملت انجاز جديد النهارده للتنس المصري، كانت بتلعب في بطوله مدريد. انتوا عارفين ان ميار شريف المصنفه رقم 59 على العالم، بتلعب في بطوله مدريد للتنس في اسبانيا، وصلت النهارده للمرحله الرابعه او الدور الرابع في بطوله مدريد المفتوحه للتنس. عملت ايه النهارده؟ كسبت الرقم 5 على العالم، ميار شريف المصريه رقم 59 على العالم، كسبت المصنفة الخامسة على العالم اللي هي اللاعبة الفرنسية كارولين جارسيا. النهاردة بنتيجة مجموعتين 7-6 و6-3، وده إنجاز جديد للتنس المصري، ما فيش أي لاعبة تنس مصرية قبل كده كسبت مصنفة 5 على العالم. فحاجة رائعة، احنا يعني بقالي فترة بتكلم على ميار شريف، بقالي سنتين بتكلم على ميار شريف بقول اللي احنا عندنا بطلة عالمية زي أنس جابر اللي هي اللاعبة التونسية اللي برضه راحت لمراحل كبيره، عندنا ميار شريف جايه ان شاء الله ورايحه للعالميه قريب باذن الله، وكسبت البطله اللي هي كارولين جارسيا المصنفه الخامسه على العالم، وصلت للدور الرابع لبطوله اسبانيا او بطوله مدريد المفتوحه للتنس. مبروك لميار ومتابعينها، وان شاء الله مزيد من التقدم في الفتره القادمه. كلها اخبار حلوه النهارده، تاهل الاهلي للدور قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، فوز الاهلي في الباسكت في بطولة افريقيا على اويلرز فريق اويلرز الاوغندي، وميار شريف كمان عامله انجاز كويس، وفي برضه بعض الانجازات النهارده في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث. عندنا سلمى عبد المصعود البرونزية في كأس العالم للخماسي الحديث، عندنا مهند شعبان برضه حقق الفضية في كأس العالم للخماسي الحديث المقام في المجر، عندنا معتز راضي لاعب مصري بيحقق افضل لاعب في العالم في الكونغ فو، معتز راضي بطل مصر وبطل العالم في الكونغ فو، تصدر التصنيف العالمي، حاجه رائعه جدا جدا جدا. هنكمل كلامنا على الانجازات دي بكره، وقتنا خلص النهارده، هنكمل مع بعض بكره، ويعني ما شاء الله لازم ندي للابطال دول حقهم، ما ينفعش يبقى خبر سريع كده نقول ده بطل عالم وده تصنيف اول على العالم، لا لازم نديهم حقهم. فبكره ان شاء الله في حلقتنا بكره هنركز اكتر على ابطالنا العالميين، ونجيب لكم لقطات من بطولاتهم المميزه في الفتره الحاليه. بشكركم وبشكر كل طاقم العمل النهارده في كره كل يوم، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.